أما هلأ سلمى بننتقل لجانب جدا مهم بحياتنا، هو الجانب الإنساني والتوعوي اللي نحن كتير بحاجته، خاصة بظل هاي الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. فالمعنى الحقيقي للفصح المجيد بالحياة التسامح، تجلى اليوم مع الظروف التي فرضتها الحرب الاقتصادية التي تواجهها سوريا اليوم. العمل الاجتماعي والإنساني بات هو البوصلة، وحس المبادرة كان حاضرا من خلال العديد من الأنشطة التي قدمت العديد من أنواع الدعم، سواء المادي أو حتى التوعوي، وهو الجانب أكيد اللي رح نتعرف عليه أكثر مع السيدة رويدة سلهب، مسؤولة أخوية رسل المسيح التي تعنى بالعمل الخيري والإنساني، والسيدة لوريس شلش، مسؤولة أخوية مار يوسف التي تعنى بالعمل الاجتماعي أيضا. صباح الخير وفصح مجيد، نعاد عليكم بكل الخير والمحبة. سعد صباحكم وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا فيكم بكنيستنا. أهلا وسهلا فيكم. رح بلش معك أنس بداية، نتعرف أكثر على أخوية رسل المسيح، أبرز ما تقدمه بمجال طبعا العمل الإنساني والاجتماعي. أخوية رسل المسيح هي قديمة، من 1996 تأسست برعاية المطران إيزيدور بطيخة الله يذكره بالخير، كان موجود هون، وبرعاية الآباء بكل الكنائس. هي انتشرت بكل كنائس دمشق وريف دمشق. كان هدفها هي جمع الشباب والصبايا يلي عندهم طوق لمعرفة ربنا أو للإنجيل بشكل عام. اتخذت اسم رسل المسيح تشبثا بهم، يعني إن أخذوهم قدوة، وإن شاء الله نحن نقدر ولو جزء بسيط منها يكون. مشان هيك هي أخوية رعوية تهتم بشباب الصبايا، وحتى بس يكبروا، نحن يعني كنا ب 96 وكبرنا، بقينا وضمينا شباب وصبايا تانيين لعنا. هدفنا هو قراءة الإنجيل، متابعة كل شيء بيصير كنسيا، وهذا بدل أهم نقطة عنا هي خدمة الآخر، إحساس بالآخر، خدمة الآخر، من خلال خاصة بهالوقت والظروف الصعبة من أول الأحداث لهلا. صحيح الماديات والإمكانيات شوي قليلة، بس المساعدة ممكن تكون زيارات، ممكن تكون عن طريق أي طريقة تانية غير إنه مثلا الواحد ماديا، بس يتوفر المادة عم نساعد. أهم نقطة المرضى، الاعترافات والمناولات اللي بتكون بالأشخاص اللي ما عندهم حدا مثلا أو ما بيقدروا يجوا على الكنيسة، بناخذ الخوري اللي عندهم. الشغلات الخاصة بالرعية أو اللي قدمناه كماديات أو هيك مساعدات، بالمساعدة مع المكتب الشبيبي أو مكتب الخدمة الاجتماعية اللي بالكنيسة. بقى هاي عن طريق الخدمة الاجتماعية في تنسيق كعمل، فترات كثيرة يجونا تياب، ننسق تياب، يجونا بالات كبيره. اشتغلنا كثير بهذا القصص، انه نحن ننسق التياب ونظبطها، واكيد غسيل او تنظيف او هيك تحضير، ونجهزها لحتى انه يجوا الاشخاص. كل شخص نعطيه بون او بطاقه، عدد افراد اسرته، عندهم اطفال ما عندهم اطفال، لننظم هذا الموضوع. اشتغلنا بهي الطريقه، كثير كانت ناجحه، وكثير يعني هون المجتمع كثير حبها كمنطقه عندنا، ونشكر الله. هي جزء بسيط من اعمالنا يعني، وغير مساعدات اللي اكيد بنشكر الله على وجود الاشخاص اللي يمكن بحسوا ببعض وبحسوا بمعاناه بعض، ونحن بهي الفتره بالذات كثير بحاجه لهذا النوع من الاحساس العالي بالمسؤوليه. بننتقل لعندك حضرتك سيده لوريس، اليوم الجانب الاجتماعي كمان للاسف بسبب الحرب والظروف الاقتصاديه الصعبه كمان، كيف كان دوركم بهذا الجانب؟ نحن اخويه سيدات مار يوسف، نحن تاسست الاخويه من سنه 1975، كان عددنا قليل كثير، بعدين مع الايام مع الايام مع السنوات زادت اعدادنا، وصلنا هلا لل 250 سيده. نحن عندنا بنشاطاتنا، عندنا اول شيء مساعده المحتاجين، مندور لعندهم على البيوت، منشوف وضعهم المادي، وضعهم يعني وضعهم العائلي كيف هن، بنقدر بنساعدهم، بنشارك بالاحزان وبالافراح كمان للرعيه. عندنا يوم اول يوم بالصيام عندنا تنين الراهب، نحن بنطبخ كميه كبيره
غدا للرعية كلياتها بياكلوا، بنطبخ فيها صحن مجدرة وينعاد على الجميع بخير. نطبخ للرعية كلياتها. عندي بيوم عيد الأم أنا بعمل غدا للنسوان الأخوية. يعني هلا أنا الأربعة الماضي عملت عيد للأخوية، عيد الأم بمناسبة عيد الأم عملت لهم غدا، وبيحضر كل السيدات. وعنا إذا عنا حدا مريض أو سمعنا بحدا مريض بنروح بنعمل له زيارة، نحن والأب الكاهن المرشد عنا بنروح بنعمل له زيارة طبعا بمرافقة الكاهن لحتى نناوله. كل حدا مريض بنخبر عنه أو منزيع بالأخوية إنه نحن إذا في حدا مريض عندكم ونحن ما عنا خبر فيه خبرونا حتى ناخذ الكاهن يروح يناوله. يعني هالظروف هي كلياتها على العالم كلياتها، بس مثل ما بيقول المثل بحصة بتسند جرة، لازم نحس ببعض، لازم نحس ببعضنا. طبعا لما بتنوجد المحبة بنحس الأخ بحس بأخوه والقريب بحس بالغريب، يعني ما عندنا فرق بين الغريب والقريب، لازم نحس ببعضنا ونضل كلياتنا لأنه كلياتنا رجائنا واحد أكيد. بالرب يسوع المسيح. أكيد يعطيكم العافية. الله يعافيك. ودائما بنقول يعني أنسر ويدا يعني الظروف الصعبة هي اللي بتوحد الناس أكيد. وبتخليهم إيد واحدة. معروف دائما الأخويات أنه هي من أساس نشأتها أنه هي تعمل على المحبة، تعمل على نشر طبعا القيم والتسامح، والسيدات بيجتمعوا أو حتى الشباب لحتى يقدموا العمل التطوعي والخيري اللي معروفة في أصلا الكنيسة كدور رعاية. خلينا نحكي عن دوركم خلال هي الفترة خصوصا بهي الظروف اللي عم نمر فيها، قد ايه يمكن تعاظم هذا الدور وكان يمكن منظم اكثر؟ اكيد. هلا نحن عملنا اكثر من مثل حملات توعية خاصة بالكورونا، ما كورونا هدول القصص حسينا في المجتمع اوقات مو مصدق الموضوع، يعني اوقات بتحسي انه الشعب انه ماشي واتكل اتكال على الله صح غالي او عزيز لحتى يحس بالموضوع. بقى عملنا اكثر من جلسه توعيه، جبنا حدا اخصائي حكى لنا على الكورونا شو هي وشلون بتصير. كمان الشيء الثاني انه بالكنيسه، يعني هناك نحن ساعتنا كلياتنا في اشخاص ضلوا واقفين على الكنيسه انه كل واحد بده يفوت يحط كمامته، يعني يقعدوا متباعدين عن بعض. يعني هدول التوعيات بباب يخص الكورونا. هلا بالكورونا كمان كثير صار في عائلات انه يصير مع هذا الحادث وينصاب حدا من عيلتهم ما حدا يقدر يقرب عليهم. نحن اتصلوا فينا اكثر من شخص ونحن رحنا وساعدنا بنقدر عليه بطريقه ما، يعني لانه في كثير اشخاص انتركوا يعني حتى اولادهم انه ما فينا نحن نقرب. تمام. صار الخوف يعني، بس بنعمه ربنا انه باي حدا بيطلب منا او عم نركض ونساعد. نعم. واليوم خاصه بهي الظروف الاستثنائيه اليوم وهذا الوباء يلي انتشر، نحن بحاجه مضاعفه اليوم للجهود لاحساس الناس ببعضهم. سيده لوريس خبرينا اليوم عن الاجراءات نفسها اللي عم نحكي عنها، فيروس كورونا كيف قدرتوا يمكن تعينوا كل حدا مريض او حتى مصاب بهي الجائحه؟ 250 سيده قادرين يعملوا شيء عظيم اكيد. طبعا طبعا. هلا نحن انا عندي 250 سيده بس ما كلهم نشيطين. نعم. يعني عندي انا اعمار عندي بالسبعينات 75، عندي 80 اعمار السيدات، هدول ما رح يقدروا يشتغلوا، نحن بدنا نعتني فيهم. في عندنا جيل صبايا هدول بيقدروا يشتغلوا. كنا نساعد يعني حسن حدا بده اكسجين نتصل عندنا ارقام نتواصل نأمن لهم اكسجين، نأمن لهم ادويه، نأمن لهم اكل، ايام ما عندهم اكل نأمن لهم اكل. يعني نحن كنشاط اخويتنا انه نامن العالم ما نتركهم بهالوضع هذا، وانت بتعرفي هلا الوضع ظرف كثير صعب. حتى عنا بالكنيسه كنا نمسك المعقمات نوقف على باب الكنيسه ومين ما دخل لجوا نعقمه، طبعا بعد تعقيم الكنيسه اولا كل المعقمات كنا نستعملها، ومين ما دخل على الكنيسه نعقم ايديه واجباري يلبسوا الكمامه. هلا في ناس بتلتزم، في ناس ما بتلتزم، في ناس بتقول لك بتضايق، بدك تراعي ظروف العالم كلياتها، طبعا هذا كله بنعمه الرب، هو اللي عم بيساعدنا وهو اللي عم بيقوينا وهو اللي عم بمد بايدينا. اكيد اكيد. يعني دائما بنقول هيك الله يحميكم، الله يقويكم، كل حدا عم يشتغل بخصوصا بهذا المجال الانساني والخيري فهو الله. كمان يعني بيكون حامل عبء ومسؤوليه كثير كبيره طبعاً. عليه. ويمكن هون بدي اسالك عن الجانب التوعوي، يعني كمان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أكيد. في اشخاص كثير ممكن بنعرف الاخويات بيكون لهم صفحات احيانا جروبات بتتواصلوا طبعاً. حتى مع الاشخاص المريضين او اللي ما بيقدروا او كبار السن. نحن
نحكي عن الدور التوعوي لو سمحت. الدور التوعوي كثير حلو. احنا كمان حتى صار عندنا شيء اسمه تشبيك، يعني احنا انتمائنا للكنيسة صار عندنا موضوع التطوع كثير مهم. انا بجمعيه مثلا برات الكنيسه في تشاركيه، مثلا امننا كراسي عجزه، امننا ميزانات ضغط او سكري، قياس سكر او هيك، يعني هدول القصص كمان اشتغلنا عليهم. ومتشكر في جمعيه سوريا التنميه الاجتماعيه قدمت لنا كثير شغلات بخص هذا الشيء. وبالنسبه للتوعيه قلت لكم عملنا اكثر من محاضره لهذا الموضوع، واهم شيء نحن بالكنيسه انه هن بيشوفوا الثاني انه شو عم بيعمل بيساووا مثله، يعني كمان نحن بنخبر كل العالم انه ساووا الشيء اللي بيحبوا غيركم يعملوا، يعني انه حتى الاب والام انه انتم بدكم اولادكم ينفذوا الشيء اعملوا قدامه، يعني لازم تكونوا انتم تحطوا الكمامه لحتى هن يحطوها، هن ينظفوا ايديهم اول ما يفوتوا من الباب على المغسله، غسيل ايدين، النظافه العامه كثير كثير مهمه بكل امورنا يعني. هذا الشيء بتمنى تكون اسلوب حياه بالنتيجه، ما توقف عند هذا الظرف الصعب. نحن بيكبر قلبنا فيكم، نتشكركم كثير، بنتشكر انه لسه في ناس بتحس ببعضها وقادره تدعم بعضها وتقدم اي نوع من المساعده قد ما كان أكيد. بسيط، ما لازم نقول ابدا انه هذا الشيء بسيط ممكن يساعد، لا مثل ما قلنا بحساب تسند جرة ما بيقدر أكيد. كله بيرجع لاراده الرب ورجائك بالحياه. اكيد كلمه اخيره بحب عندك رجاء بالحياه هي بتعطيكي كل شيء، بتعطيكي دفع وبتعطيكي قوة طبعا. وبس تفوتي على بيت معتاز ومحتاج وتلاقي الفرحة بعينه كأنك ملكت الدنيا. أكيد نشكر أكيد. الله على كل شيء وفرصة سعيدة وشكرا كثير لكم، وبتمنى فصح مجيد للجميع والقيامة تقوم وسوريا بلدنا تقوم ورئيسنا يضل على رأس بلدنا وكل واحد مسؤول يعمل بهمة وضمير، وما بهمنا إلا البلد تضل قائمة بفصحنا. هلا نحن في عندنا شعار بالرسل ومتمنى انه نحن نقدر نتابع فيه، بيقول لنا يسوع اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبه. اتكالنا على ربنا كثير كبير وبمعية العالم وبمعية، واذا وقفنا حد بعضنا اكيد مشكورين كثير باذن الله. شكرا لك. وحده ما بتزقف اكيد اكيد. شكرا لك. مشكورين وينعاد عليكم يا رب، نعاد على بلدنا وتضل بخير وكل التوفيق لك. الله يشكرك. نعاد عليكم يا رب بخير. كل سنه وانتم بخير. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. ونعاد طبعا على الجميع بألف خير.